والنهاردة احنا هنشوف نفس المنظور الإلهي ده من خلال وجهة نظر داود في مزمور 8. معظم المؤرخين حطوا المزمور ده بالذات لداود تقريبا في زمن لما العملاق الفلسطيني جولياط كان بيسخر من شعب الله. من هنا جه مزمور 8. ولما تفكروا في الموضوع في الواقع، سواء كأفراد أو على المستوى الوطني أو العالمي، كلنا لو مش بنواجه عمالقة دلوقتي احنا هنواجههم في المستقبل. هنواجههم كلنا بنواجه عمالقة في حياتنا كلنا، في جولياط بس بشكل مختلف. ممكن يضايقونا، هم ممكن يتحدونا، ممكن يسخروا مننا، هم ممكن يخنقونا، ايوه هم ممكن يحبطونا في اوقات. كلنا بالاجماع بنواجه عملاق من الفلوس المغرية، وبعض الناس بيبقوا فريسة سهلة الاكل ومش فاهمين ده معناه ايه للجيل اللي جاي. احنا بنواجه عمالقة الانحدار الاخلاقي وسط الامة، احنا بنواجه عمالقة القيادة الفاسدة، احنا بنواجه عمالقة القادة السياسيين غير الامناء، احنا بنواجه عملاق الزلازل والفيضانات والكوارث الطبيعية في كل مكان على المستوى الشخصي، احنا بنواجه عمالقة. ممكن يكون ناس هنا النهاردة بيواجه عملاق الشك وعملاق اليأس او عملاق القلق والخوف من المستقبل. بعض الناس بيواجهوا عمالقة الخوف، بعض الناس بيواجهوا عمالقة الادمان، بعض الناس بيواجهوا عمالقة المرارة والغضب الشديد اللي تقريبا سيطر على حياتهم. في بعض الناس بيواجهوا كل اشكال العمالقة من كل نوع، كله متجمع معين بيواجهوه مرة واحدة. ايه العملاق اللي بيصنع الفرق بين هزيمة العمالقة دول في حياتنا وان العمالقة دول يهزمونا؟ هو ايه؟ المنظور الالهي. ايه اللي بيصنع الفرق بين قتل العمالقة والاستمرار في السماح للعمالقة دول انهم يسخروا مننا؟ هو ايه؟ ايه اللي بيصنع الفرق بين الناس اللي استخبوا من العمالقة والناس اللي اخذوا السلطان فوق العمالقة؟ هو ايه؟ المنظور الالهي. لما جولياط كان بيسخر من شعب الله، كل الناس من ضمنهم الملك شاول نفسه كانوا ميتين في جلدهم. لكن بعدين جه الولد راعي الغنم وبص على بطل الوزن التقيل ده اللي من جت وقال يجي ايه الفلسطيني ده جنب الهي انا؟ بالرغم من ان الفضائيات ما عرضتش المباراة على الهوا، المشاهدين ما اهتموش اصلا بالمباراة دي، لكن داود كان فاهم ان دي معركة روحية بين الاله الحي وبين الشيطان.